وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم جونيور فور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة ان شاء الله نكمل مع بعض مادة الساينس. اخدنا قبل الامتحانات، كنا منزلين على القناة كونسبت 1.3، اخدنا منه ليسون 1 وليسون 2. ان شاء الله النهارده هنزل لكم ليسون 3 وليسون 4، وبكده نكون خلصنا الكونسبت تماما، وهنبدا ان شاء الله ننزل فيديو على حل الليسونز 1 و2، وكمان فيديو تاني لحل ليسون 3 اند 4. اوكي يلا بينا، ليتس جو جونيور 4. ليسون 3 ده ليسون سهل جدا، بيبان انه مليان حشو كلمات كتير في المعاصر، بس اللي المفروض انك انت تعرفه منه حاجات بسيطة، فما تتخضش اول ما تفتح الليسون. ليسون 3 بيتكلم عن حاجة اسمها Special Eye Structures. Special Eye Structures يعني تركيب خاص جوه العين. تعالوا نشوف كتاب المعاصر بيقول لنا ايه. كتاب المعاصر بيقول لنا انا عندي الولد الجميل ده زي ابطال جونيور فور كلهم. بيقول لي The boy can see the different object. الشخص ده أو الطفل ده يقدر يشوف كل الأجسام المختلفة in the room، في الأوضة أو في الغرفة اللي هو واقف فيها، because his eyes sense the light and his brain tell him what he is seeing. يعني إيه؟ يعني بيقول إن الأباجورة دي عاملة light في الروم بتاعة الولد اللي هو واقف فيها. هل الولد ده يقدر عينيه sense تشعر باللايت اللي موجود في الأوضة، وكمان البرين بتاعه يبعت له مسج يقول له انت شايف ان دي عبارة عن تيبل، وده عبارة عن تشير، ودي عبارة عن أباجورة؟ يقدر؟ مدام عندي source of light، الولد هيقدر يشوف كل الحاجات او كل الأوبجكت اللي موجود عنده في الروم. قالي نمبر 2، if light is turned off، لو احنا فصلنا النور في الغرفة، the boy will see the different object in the room. اقف كده بالليل ونور النور عندك في الأوضة، هتعرف تعمل ايه او هتقدر تعمل تشوف ايه؟ هتقدر تشوف كل الحاجات اللي موجودة في الأوضة. طب واطفي النور وطلع الأوضة، هتقدر تشوفها؟ لا طبعا، can't see، مش هنقدر نشوف الحاجات، حتى لو احنا حافظين اماكن الحاجات بس مش هنشوفها كليرلي بوضوح. قال لي انت دلوقتي اتعلمت اني انا عندي structural features in the eye، في العين، of some animals. طب ما احنا الكونسبت اللي فات كنا بنقول ان الانيمال بيقدروا يشوفوا بالليل، ليه طب عندهم لمبة في عينيهم؟ لا ما عندهمش لمبة في عينيهم، امال عندهم ايه؟ عندهم special structures، تركيب خاص ربنا سبحانه وتعالى حطولهم في عينيهم، وسمناهم nocturnal animal، الحيوانات اللي بتقدر تشوف بالليل. That allows them use very small amount، هما بيقدروا junior 4 انهم من خلال small amount of light، كمية صغيرة جدا من اللايت، in a high effective way، بتديهم تأثير كبير جدا انهم يشوفوا. يبقى لما يجي يقول لي في الامتحان true or false، the nocturnal animal can see clearly in a small amount of light، في وجود كمية من اللايت، ال nocturnal animal بتقدر تشوف كويس جدا لو في small amount of light. طب تعالوا نتعرف على ال special ID structure، التركيب اللي موجود في عين القطة أو في ال nocturnal animal كلها. قالي some animal زي الديرز الغزالة، زي الهورس الحصان، الكات القطة، الدوج الكلب، مالهم؟ قالي have عندهم a features، ميزة a features، تركيب that related to the senses of sight، ليه علاقة بالنظر، بيسمى ايه؟ cold تابتيم لسيديم، قولوا معايا جونيور 4، تابتيم لسيديم. يبقى لما يجي جونيور 4 يقول لك في الاكزام بتاعك نقط is a special structures in nocturnal animals eye،
موجود في عينين النكتيرنال انيمال. ذات الاو هو بيسمح تو ذم ليهم تو سي ان دارك، بيقدر يشوفه في الضلمه. هقول له ايه؟ هقول له اسمه تابتيام ليسيديا. تابتيام ليسيديا جوه عينيهم في ميمبرين، قلنا في السيشن اللي فات عندهم حاجه اسمها لايك ميمبرين. لايك ميمبرين النهارده عرفنا اسمها، اسمها تابتيوم ليسيديوم. طب ايه هو التابتيوم ليسيديوم ده يا ميس؟ قال لي it is a thin layer. thin layer يعني طبقه خفيفه جدا. at the back of some animal، في مؤخره العين بتاعت بعض الحيوانات. that reflect، بيعمل انعكاس للضوء. as this layer in flashing cat eye، والقطة أو الفيشنج كات آي عندها في مؤخرة عينيها at the back في آخر عينها في thin layer، غشاء خفيف جدا. الغشاء ده بيعمل reflect، بيعكس اللايت، وعشان كده بنشوف عينين القطة بتنور بالليل. طب أنا مش فاهم، طب تعالوا نشوف. دي cat's eye، دي عين القطة. قال لي من قدام في البوبلز اللي انت بتشوفه اللي لونه اسود اللي هو ده. بصوا الحته دي اسمها ايه؟ الحته دي اسمها البوبل. طب من ورا بقى في الخلف او في الباك موجود بقى ايه؟ التابتيوم ليسيديوم، احنا مش بنشوفه. ليه؟ ده ورا في عين القطه من ورا بقى. احنا بقى عندنا تابتيوم ليسيديوم؟ لا. ليه؟ احنا عينينا بتنور بالليل؟ لا طبعا. يبقى النكتيرنال انيمال هما اللي عندهم تابتيوم ليسيديوم. قال لي it is a life-saving structural adaptation. هو structural adaptation طبعا يا مس، structural امال behavior، ده حاجة موجودة في عينها. that helps some animal to hunt، بيمكن او بيساعد الانيمال انها تصطاد at night، بالليل. كمان avoid being hunted، بيمكنها انها تقدر تشوف ان في حد جاي هم ياكلها وتختفي منه. يبقى وظيفة او الفانكشن بتاعت التابتيوم ليسيديوم help some animal، بيساعد some animals to hunt at night، انهم يقدروا يصطادوا بالليل. and avoid، وانها تتجنب ان هي ايه؟ hunted. طب how tapetium lucidium work، ازاي بقى يا ميس انت عماله تقولي لي التابتيوم ليسيديوم ازاي؟ التابتيوم ليسيديوم طب ازاي بيشتغل؟ قال لي when light enter the eye، عندي ضوء خفيف small light fall on the eyes of cat، وقع على عين القطه او اي animal. and fall on the tapetium lucidium، وجه نزل عند التابتيوم ليسيديوم. it bounces off، واحنا قلنا انا عندي كلمة bounces off تساوي كلمة reflect، لازم اكون عارفه bounces off وتساوي كلمة reflect. طب هما الاتنين معناهم ايه؟ معناها ان هما انا عندي ايه؟ الضوء بيحصل له reflect، يعني بيحصل له انعكاس. reflect عندي ضوء وقع فول اون على العين بتاعت القطة، وقع على التابتيوم ليسيديوم حصل له bounces off او حصل له انعكاس. like a mirror، زي المراية لما الناس بتزغلل بيها بعضها، تحط المراية كده او الساعة بتاعتك في الشمس بتحس ان في ضوء طلع منها. نفس الحكاية التابتيوم ليسيديوم، بتشوف عين القطة بتنور بالليل. طب the light that the eye don't detect at the first passes through to the tapetium lucidium and get bounces back for second time that makes the eye of such animal get more amount of light at night. طيب مش فاهم حاجة، بيقول لك ان اي ضوء حتى لو كان خفيف او small بيساعد التابتيوم ليسيديوم انه ياخده ويعمل له bounces off، وده بيخلي القطة او تقدر تشوف بالليل. طب ميس انا شايف ان الحاجات كتيرة جدا في الصفحة.
بس انت مش مطالب غير انك انت تعرف ان انا عندي سبيشال ستراكشر اسمه تابتيوم ريسيديوم، موجود في بعض الانيمال زي الدير والهورس والكات والدوغ. ده بيخليهم او بيسمح لهم او بيساعدهم some animal to hunt at night and avoid being hunted. بس كده بس كده. وانك تعرف ان التابتيوم ريسيديوم ده like mirror بيشتغل كأنه مراية، وانك تعرف ان التابتيوم ريسيديوم ده انه هو السبب او responsible for، هو المسؤول عن ان عين القطة شاين، عين القطة ايه شاين. بس هو ده المغزى او اللي المفروض تعرفه من البيج دي كلها. تعالوا نكمل. اللي the reflection of light from tapetium lucidium causes، التابتيوم لسيديوم او الريفليكشن او الانعكاس اللي بيحصل من التابتيوم لسيديوم ده بيخلي عين القطة glow or shiny. يعني ايه glow shiny؟ يعني بيلمعوا. of the cat's eye when light shines on them in the dark، لما الضوء بيقع عليهم بيلمعوا. وانتوا اكيد عندكم قطة او بتشوفوا القطة في الشارع بالليل بتلاقوا عينها ايه shiny glow بتلمع. Number one، tapetium lucidium is a structural adaptation in the human's eye. ايه رأيكم؟ طبعا no، انا عيني مش بتلمع. Number two، cats can see in the dark due to several reasons. وجود the special of a special thin layer in their eye. عينهم بيلمعوا او بيقدروا يشوفوا بالليل في الظلمة علشان عندهم a special thin layer، طبقة خفيفة اسمها tapetium lucidum. It's right. اوكي يلا بينا نكمل لسن فوق، ما تخافوش هنحل الاسئلة بتاعة لسن 3 ولسن 4 في فيديو تاني. لسن 4، لسن 4 بقى بيقول لي ايه؟ انت لو جبت تورش، التورش ده او الفلاش لايت ده عملت له فول اون، يعني فتحته ووجهته على الكتاب، وفتحته ووجهته على ميرور على مرايه، ايه اللي هيحصل هنا وايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل عند الكتاب اني اللايت هيقع، اما عند المرايه اللايت هيحصل له ريفلكت، هينعكس. وانتوا اكيد جربوها او جربتوها قبل كده. هات الفلاش لايت بتاع الموبايل بتاعك وجهه على المراية اللي بتاعت التسريحة اللي عند ماما، بس اوعى تكسرها عشان ماما ما تزعلش مننا. طب هيحصل ايه؟ هيحصل انك هتلاقي ضوء حصل له ريفليكت في الأوضة، حصل للضوء زغللة كده في الأوضة، او اللايت اللي انت موقعه بتاع الموبايل انعكس الناحية التانية. هلا بيقول لك اللايت ريفليكت فروم ذا بوك، لا ما حصلش ريفليكت، اما هنا حصل ريفليكت من الميرور. طب قال لي طب ممكن انا اعمل التجربه دي او الاكسبيرمنت دي ازاي؟ قال لي هات فلاش لايت، ابيس اوف وود، ابيس اوف كلوزز، بيس اوف بلاستيك، بيبر، بيس اوف ميتال، معدن، حله صغيره عند ماما تكون لسه شاريها جديد، ميرور ومرايه، واقعد ايه جرب فيهم. هات الفلاش دي وجهها على الوود، شوف هيحصل ريفلكت، وجهها على الكلوزز، وجهها على البلاستيك، وجهها على البيبر، وجهها على الميرور وعلى الميتال. هنستنتج حاجة واحدة بس، ان انا عند الميرور والميتال المعادن دي زي البوت او الالومنيوم اوف بوت، الحلة الالومنيوم اللي عند ماما في البيت او الحلة الستانلس ستيل اللي عند ماما في البيت، لما تكون جديدة وماما لسه شارياها بتكون عاملة ايه؟ تلاقي ايه؟ حتى المعلقة اللي عندك في البيت ممكن لو هي جديدة بتلاقي تمسكها كده في ايدك هتلاقي صورتك فيها. صحيح يا مس، ده انا بلاقي صورتي فيها صح. ماما لو لابسة خاتم ووجهته ناحية الشمس ماما تلاقي ايه؟ الذهب او الجولد عمل كده ايه؟ زي اشعة او زي ري. ايوة صح، ما الجولد ده ميتال. طب ايه اللي انا هستنتجه؟ الكونكليوجن، الاستنتاج اللي انا عايزاه من الليسون ده كله، اني shiny and smooth material. shiny يعني اللامع،
سموث يعني الناعم، ريفلكت لايت، ريفلكت لايت يعني بيعكس الضوء، بيتر ذان أفضل من، الرف، رف يعني خشن من الحاجة الخشنة. يبقى أنت لازم تعرف في الليسون ده كله إن الشايني أند سموث ماتيريال ريفلكت لايت بيتر ذان رف ماتيريال. طب هما مين الشايني والسموث؟ ما عندكش غير تو، الميرور والميتال، وبعد كده كله يا جونيور فور الرف، حاجات خشنة. اوكي معايا اهو، بيقول لي شايني اند سموث ماتيريال زي الميرور والميتال ريفلكت ا لارج اماونت اوف لايت، بتعمل انعكاس كبير جدا لللايت، وعلشان كده ممكن اشوف وش جوه المرايه وبشوف زغلله على الحيطه. اما الرف ماتيريال زي البلاستيك، الوود، الكلوزس، البيبر، البوك، دول بيعملوا ريفلكت اسمول اماونت، بيعملوا ريفلكت صغير لللايت، وعلشان كده انا ما بشوفش وشي جوه الوود ولا جوه البوك ولا جوه الوود ولا جوه الكلوزس، ولا بيعملوا ريفلكت عندي للضوء. اوكي طب يلا نعمل تشيك على الاندرستاند بتاعتنا. قال لي شايني اوبجكت تند تو ريفلكت لايت بيتر ذان رف، ده احنا لسه قايلينها اهم حاجه في الليسن، اتس رايت. نمبر 2 would reflect more light than a mirror، لا الوود ده رف، الميرور ده شاين، يبقى الميرور هي اللي بتعمل reflect more، but it's right, it's wrong. It choose which of the following object is shiny، اي منهم shiny وسموث؟ قلنا ما عنديش غير اتنين، mirror وميتال. طب ما جايبش mirror وميتال، صحيح، بس جايب لك metallic spoon، ميتاليك سبون يعني المعلقة اللي عندك في البيت. نمبر 2 all the following material are rough، كلهم رف خشنين except ما عدا clothes، mirror، wood، paper، اكيد كلهم رف ما عدا الميرور، it's smooth and shiny. وبكده لا لسه كمان activity 9 بيقول لي light strikes matter، strikes strike يعني يصطدم أو يقع، يصطدم ويقع، ليه كده؟ لأ مش يقع يعني إيه؟ يقع يتعور، يصطدم يعني حاجة تخبط فيه، light هيخبط فيه matter، matter يعني مادة، يعني إيه مادة برضو؟ يعني الحيطة، الوول، يعني التيبل اللي عندك، يعني التشير، يعني جسمك، ده بيقع عليها مين أو بيصطدم بها مين؟ اللايت. قال لي light strikes matter. قال لي light is a form، ودي مهمة جدا 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 يا جونيور فور، light is a form، وخدوا بالك دايما بتتلخبطوا ما بين form و from، form يعني شكل، form لو جت verb معناها يشكل أو يكون، from معناها من، دايما جونيور فور بتتلخبطوا ما بينهم. light الضوء is a form، form من ايه؟ من food؟ لا، form من ايه؟ من drinks؟ لا، امال ايه؟ form of energy، هناخد الانرجي دي في second term كتير جدا، الطاقة دي هنشوف electric energy و light energy و heat energy. يبقى light هو عبارة عن شكل من اشكال الانرجي، الطاقة. that travel ايه ده؟ الضوء بيسافر؟ لا، هنا معناه الضوء بيمشي، هو بيمشي وليه رجلين؟ لا، بس هو لما بيخرج من الالكتريك لامب اللي عندك travel in straight line، وستريت لاين يعني خط مستقيم، يعني بيمشي كده، يعني لو انا عندي لمبه كده الاول ما انا بفتحها اللايت بيعمل كده، light travel in straight line، مش بيمشي كده ولا بيمشي كده، لا بيمشي ايه؟ try to travel in straight line، ودي مهمة جدا بتيجي جدا في الامتحان. يقول لي light travel in curved، curved يعني منحني، لا اللايت travel in straight line
in straight line في خط ايه؟ مستقيم. In the form of waves. Waves يعني موجات، بيمشي موجات جنب بعضها، أصحاب 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 أصحاب، موجة جنب موجة، ويف جنب ويف جنب ويف، من الستريت لاين بتاعت اللايت. يبقى أول حاجة لازم تعرفها إن اللايت is a form of energy. Travel in a straight line in the form of wave مهم، أدي نقولك. When traveling light hits an object، خلاص أنا عندي ضوء خبط بقى في ايه؟ في object، في اي جسم مهما كان. The sum of the light energy is absorbed. شوية من اللايت ده هيحصل لها absorbed، امتصاص. امتصاص فين يا مس؟ جوا الobject، جوا الجسم. Some of light energy reflect or bounces، هيحصل لها انعكاس، هترجع تاني. Of object surface، نوع تاني. Some of light energy may go through the object، في كمان شوية light هيدخلوا جوه الobject. أنا مش فاهم حاجة، طب تعال أنا أقولك، تعال ناخد دي ونشوف. قال لي إن أنا لو جبت شريحة من الموبايل بتاعي، أخدت الموبايل بتاعي مسكته كده في إيدي، هل أنت شايف إيد الراجل اللي ورا؟ شايف إيده؟ شايف إيده من ورا؟ لأ، ده مخبيه. طب هنا؟ لأ، ده أنا شايف إيده أهي، أدي إيده وأدي الفنجر بتاعه. طب إيه الفرق ما بين دي وإيه الفرق ما بين دي؟ قال لي آه، دي يا مس اسمها، قول ورايا، أوبيك. أوبيك، أوبيك أوبجكت يعني جسمه معتم، يعني جسم ما يوضحش أي حاجة behind it، خلفه. أما دي اسمها، قولوا معايا، transparent. transparent، transparent يعني جسم شفاف. صح يا مس، ده شفاف صح، ده أنا شايف كل حاجة وراه. يبقى أنا عندي two type of material، عندي نوعين من المواد، عندي opaque وعندي transparent. طب إيه هما الأوبيك؟ قال لي زي ار اوبجكت، هي الأجسام that don't allow، اللي عمرها ما بتسمح لللايت to pass through. أول ما يجي عليها اللايت تقول له استنى يا لايت، أقف بقى، أنا opaque object، أنا حد قوي يا لايت، أنت مش هتعمل، أنا don't allow to throw from me، أنا مش هسمح لك إنك تدخل فيا. أما الترانسبيرنت ده حد ضعيف، بيعمل ايه؟ قال لي زي اور اوبجكت ذات الاو، دي بتسمح لللايت تو باث ثرو ات. طب بتعمل ايه؟ اللايت فول اون ات او ستريكس اون ات، دي غلبانه بقى، ضعيفه، بتخلي اللايت ثرو ان ات، يدخل جواها. ما دام دخل جواها انت بتشوف من خلالها، انت بتقدر تشوف behind it، خلفها. الي things، الاشياء اللي هي بتبقى opaque can't be seen through them، ما بتقدرش تشوف من خلالها من وراها. transparent things can be seen، بتقدر تشوف through them من وراها. طب زي ايه الاوبيك؟ زي الروكس، الحجارة، الوود، الخشب، الميتال، and the human body، وجسمك. لو انت واقف انا ما بقدرش اشوف وراك. أما الترانسبيرنت، قال لي زي الاير، الهواء، الهواء حوالينا وكلنا شايفين بعض، زي الووتر، المية، زي الجلاس ويندو، الشباك الجزاز اللي عندك في البيت، واللينسز اللي هي العدسات بتاعت النظارات، كلها دي ترانسبيرنت اوبجكت. يبقى لو جينا طلعنا لفوق واخدنا الثري ستيبس او الثري تايبز اللي احنا ما فهمناهمش، نقدر دلوقتي نفهمهم؟ يلا نحاول. قال لي some of light energy is absorbed، بعض الطاقة بتاعت الضوء بتمتص، تدخل جوه الجسم ويمتصها. some of light energy reflect، بينعكس. of the object surface، وانت متقدرش تشوف من وراه. some of light energy may go through، ممكن يدخل جوه الحاجة زي transparent. يا رب أكون قدرت أفهم لكم الجزء ده.
قال لي تعالوا نشوف حاجة كمان. Why do you see your shadow؟ الولد ده واقف وعامل شادو، عامل ظل. طب ليه الولد ده عامل ظل؟ تعالوا نعرف. الولد ده اوبيك ولا ترانسبيرنت؟ لا ده اوبيك. طب لما اللايت ستريك ات، لما اللايت يقع عليه هيقول له ايه؟ هيقول له انا سترونج، انا اوبيك ماتيريال، انت لازم مش هتعدي، دونت باس ثرو مي، انت مش هتعدي جوايا، انت لازم يحصل لك باونسز. الباونسز ده او الريفليكشنز ده هو اللي بيسبب الشادو، هو اللي بيسبب ايه؟ الشادو اللي احنا بالليل بنخوف بيه اخواتنا في البيت. انا عارفاكم شريرين، لا انتوا حبايبي جونيور فور، اوكي؟ بتسمعوا اكيد ام بي سي 3 عندهم فقره كده بيجيبوا حد بيلعب بالشادو ويعمل اشكال جميله. الاوبيك اوبجكتس انكلود يور بودي، زي جسمك، فورم شادو، بتكون شادو ظل، بيكوز all the light، كل الضوء ذات هيت اللي بيصطدم بيها او بيخبط بيها فيها او ستريك اوبيك اوبجكت بيحصل له ايه؟ باونسز اوف، بينعكس، or is absorbed او بيمتص جزء منه. So no light، مفيش ضوء passes through your body، مفيش ضوء بيدخل جوه جسمك. ليه؟ انا اوبيك، انا قوي. اما الترانسبيرنت ضعيفة، اللايت ثرو باسس ثرو ات، اوكي؟ فهمتوا ازاي الشادو بيتكون؟ طب يلا كمان نكمل. الرسمتين دول رسمتين مهمين جدا زي رسمة الاكسهاليشن والانهاليشن جونيور فوق، من الرسومات اللي بتيجي في الامتحان زي الانهاليشن والاكسهاليشن. اللي زي ريفليكتد لايت ديبند اون، بتعتمد على السموثنس، النعومة. لو انا عندي سموث سيرفيس زي الميرور وعندي رف سيرفيس زي اي جسم زي البوك زي يور بادي، ايه اللي بيحصل؟ قال لي لما يكون الجسم سموث زي الميرور او الميتال، الانكومينج لايت راي الضوء اللي بيقع بيحصل له ريفلكت، بس بشرط الريفلكت ده بيكون at the same region، في نفس المكان. طب وفي الرف؟ قال لي لا، بصوا ده وقع راح كده، ده وقع راح كده، ده وقع راح كده، ده وقع، كل واحد فيهم مش بيكملوا بعض ابدا، مش بيجوا عند نفس المكان ابدا، لا ده كل واحد فيهم ليه مكان خاص بيه. علشان كده الميرور بتكون عندك صورة بتشوف نفسك لو واقف قدامها، اما الكتاب مش بتشوف نفسك فيه. السموث سيرفيس، if the surface is smooth زي الميرور، the light ray will reflect، اللايت راي هينعكس in one direction، ودي مهمة جدا بتيجي في complete. اللايت راي بيحصل له ريفلكت، انعكاس، in one direction، كلهم أصحاب بعض بينعكسوا in one direction with the same angle، بنفس الأنجل. أنجل يعني زاوية، هتاخدها إن شاء الله في second term في الماس، دي اسمها أنجل، دي اسمها أنجل، at which they strike the object origin. طب أمال الرف؟ قال لي if the surface is rough، لو الجسم بقى خشن زي ال painted surface، ال painted surface يعني الحيطة لما بتكون مدهونة أو أي حاجة بيحصل لها painted، يعني عاملين لها طلاء أو عاملين لها لون، واخدة لون كده. قال لي the light ray will scatter، scatter or diffuse، المعنى بمعنى واحد إن هو بيتشتت أو ما بيكونش في نفس الاتجاه، scatter or diffuse in different direction، بيحصل له تشتت في اتجاهات ايه؟ مختلف. قال لي how does light striking matter make it possible for human and animal to see؟
ايه اللي بيحصل علشان انا اقدر اشوف؟ قال لي واللايت. طب انا عايز افهم، لما مثلا عندي الليفز دي او ورقة الشجرة دي وقع عليها لايت، حلو كمان، وقع عليها لايت، ايه اللي بيحصل؟ اعتبروا دي عين، ماي اي، متعيبوش على الماي اي بتاعتي. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل ان اللايت ده، الورقة دي اوبيك، واوبيك يعني بيحصل لها ريفليكت. ريفليكت لفين؟ لماي اي، عيني. فانا بقدر احصل اعمل ايه؟ اقدر اشوفها تاني. كل الحاجات بالطريقة دي انا بقدر اشوف لما يكون عندي سورس اوف لايت، سواء كان الصن او الالكتريك لامب، يحصل فولينج اوف لايت، سقوط للضوء على الحاجة زي ورقة الشجرة، يحصل ريفليكت على عيني بقدر اشوف. قال لي وين لايت ريستريك يقع ان اوبجكت، اللايت ريفليكت بينعكس او بيحصل له بونسز اوف ذيس اوبجكت. The reflected light travel in a straight line into the eye. ال reflected ده بينعكس لفين؟ لعيني. A special nerve، حاجة مخصوصة جوه عيني، فاكرين اسمها؟ أيوة يا ميسي، ده احنا شطار. اسمها sensory receptors، موجودة جوه my eyes، جوه عيني. In the eyes send a message to the brain. البرين هيعمل process أو هيعمل interpret، هيفهم او يفك المسج دي ويقول لي ان المسج دي as an image of this object، هيقول لي دي ورقة شجرة. وبيجي سؤال في الامتحان يقول لي نقط the responsible for، هي المسؤولة عن the light او see the object، رؤية الاجسام، اكيد الreflection. A reflection of light، انعكاس الضوء، هو المسؤول عن responsible for seeing the object، رؤية الأجسام، بس بشرط يكون عندي source of light، مصدر لمين؟ للضوء. قال لي write the scientific term object أجسام that allow light to pass through. مين الضعيف اللي بيخلي الضوء through pass through it؟ أكيد الترانسبيرنت. طب objects that don't allow light to pass through، طبعا الأقوياء، الأوبيك. وبكده جونيور 4 نكون خلصنا lesson 3 و lesson 4، وكمان خلصنا الكونسبت 3.1، لانه الجزء اللي قاعد او lesson 5 هو عبارة عن activity ملوش اي لازمة، وlesson 6 هو عبارة عن review لكل الكونسبت. ان شاء الله كده استنوني، هنعمل فيديو لمراجعة اسئلة او حل اسئلة 1 و 3 1 و 2 و 3 و 4، وبعد كده هنعمل model exam على concept 1.3. باي باي، مع السلامة.